كان شيخاً للجامع الأزهر ثم مفتياً للديار المصرية. أحبه المصريون حباً شديداً لأنه كان يدافع عنهم أمام بطش الأمراء المماليك والعثمانيين، فلقبه المصريون بأبو البركات. إنه الشيخ أحمد الدردير في مصر أرض المجددين. كان من نسل عمر بن الخطاب، ويقوم محور مشروعه التجديدي على القيام بالسلطات الثلاث: التشريعية، فكان فقيها مالكا لا يشق له غبار، شرح مختصر خديل، والتنفيذية، حيث كان يأتي للناس بحقوقهم من ظلم المماليك، والقضائية، حيث كان يحكم بين الناس. رحم الله الشيخ أحمد الدردير. برحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا بكم مولانا. أهلا ومرحبا. أهلا بفضيلتكم. فضيلة مولانا، هنتحدث اليوم عن شيخ أهل الإسلام الشيخ أحمد الدردير. ماذا تقول عنه فضيلتك كأحد أعلام المجددين في الفكر الإسلامي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الشيخ أحمد الدردير كان نقطة فارقة بين عصرين، لدرجة أنه حتى عندما مات سنة 1201 من الهجرة، يعني في السنة الأولى من القرن الجديد. القرن الجديد 1201، يعني القرن الثالث عشر. السنة كانت توازي 1778، يعني قبل دخول الفرنسويين ب 12 سنة، وقبل وفاة المرتضى الزبيدي صاحب الشرح على القاموس بأربع سنوات. فترة مليئة بالتطور الاجتماعي. المماليك استطاعوا أن يبسطوا سطوتهم على مصر. مصر تحت الاحتلال العثماني إن صح التعبير، لأنه لم يكن حينئذ يسمى احتلالا، بل كان برضا أهل البلد وكذا إلى آخره. لكن على كل حال، والي مصر يعين من اسطنبول وليس يعين من القاهرة، وحاكم مصر يأتينا من الخارج. ولكن مراد وإبراهيم هما اللي كانوا مسكين الحكم الفعلي، ودول من أبناء المماليك من الفترة السابقة.